اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. توداي ان شاء الله هناخد ليسون 2 في يونت 2 اللي بعنوان سيمتريكال فيجرز اند لاينز اوف سيمتري. الدرس بتاعنا النهارده درس سهل جدا وجميل، هنتعلم فيه ازاي نعرف اللاين اللي بيقسم الشكل لجزئين زي بعض بالظبط ومتطابقين. يعني الدرس بتاعنا كله هنشوف فيه مجموعه اشكال ونشوف ايه هي اللاينز اللي بتقسمها لي لجزئين زي بعض بالظبط. تعالوا مع بعضنا نبدا الليسون ونعرف يعني ايه اللاين اوف سيمتري. علشان نعرف معناها تعالوا بصوا معايا على الشكل ده. الشكل اللي قدامنا ده لو عايزين نرسم لاين يقسمه لجزئين زي بعض بالظبط، نرسم اللاين فين؟ نرسمه هنا كده. طيب ازاي اتاكد ان اللاين ده فعلا قسم الشكل لجزئين زي بعض بالظبط؟ نعمل كده، نعمل فولدنج. يعني ايه كلمة فولدنج؟ فولدنج يعني بنطبق الشكل، يعني ناخد الجزء ده نطبقه كده على الجزء ده، زي ما يكون عندنا كده ورقة ونيجي عند نصها ونحز كده حز ونحط الايه الجزء ده على الجزء ده. لو حصل ولقينا ان الجزء ده اتطبق بالظبط على الجزء ده يبقى اللاين ده نقدر نقول عليه ان هو line of symmetry، يعني محور تماثل. يعني ايه محور تماثل؟ يعني خلى الجزء اللي على اليمين زي اللي على الشمال بالظبط، جايه من كلمه تماثل يعني يماثله او زيه، يخلي ده زي ده بالظبط. طيب الشكل نفسه بقى اللي بيكون ليه line of symmetry بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه symmetrical figure، يعني شكل ممكن يتقسم لاجزاء زي بعض بالظبط. بعد ما فهمنا الجزئيه دي ممكن نقول بقى التعريف. احنا بنقول ان الشكل ليه line of symmetry لو لقينا line يطبق الشكل الجزئين زي بعض بالظبط. الفولدد line اللي هو اللاين اللي بيحصل عنده التطبيقه دي بنسميه line of symmetry او محور التماثل. تعالوا مع بعضنا نتعرف على بعض الجيومتريكال فيجرز ونشوف اللاين اوف سيمتري بتاعها هيبقى شكله عامل ازاي. في عندي بعض الاشكال اللي هنلاقي فيها بس جاست وان لاين اوف سيمتري، يعني مثلا الترينجل ده لما نيجي نبص مين هو اللاين اللي يقسمه لجزئين والجزئين دول ينفعوا يتطبقوا على بعض. يعني لو عملنا اللاين ده كده، لو جينا نحط ده على ده نطبقهم كده هيتطبقوا، لكن لو جينا عملناه كده بالمنظر ده كده هنلاقي ان الجزء ده لما نيجي نطبقه الناحيه الثانيه مش هيقفل على ايه؟ على النص الثاني بالظبط. تمام، يبقى الشكل ده ليه وان لاين اوف سيمتري. كذلك الشكل ده مين هو اللاين اوف سيمتري بتاعه؟ زي ما انتم شايفين كده، تعالوا كده اعملوا فولدنج للجزء ده على الجزء ده هيقفل على بعضه بالظبط. اوكي، طيب في عندي اشكال ثانيه ليها اكتر من لاين اوف سيمتري، زي مثلا الريكتانجل. الريكتانجل لو خدنا اللاين ده هنلاقي ان الشكل اتقسم لتو كونجروانت بارتس بالظبط. كذلك اللاين ده يقسم لي الشكل لتو بارتس والاثنين كونجروانت، يبقى ده لاين اوف اكسس اوف سيمتري. وكذلك ده، يبقى نحفظ بقى ان الريكتانجل ليه تو لاين اوف اكسس اوف سيمتري. طيب ممكن حد يقول لي يا مستر هو ده كده مش لاين اوف اكسس اوف سيمتري؟ هل ده لاين اوف اكسس اوف سيمتري؟ احنا الدرس اللي فات احنا قلنا ان اللاين ده الدياجونال بيقسم لي الريكتانجل لتو كونجروانت بارتس كل واحد منهم تريانجل. طيب ده بقى، دي بقى انا عايزكم تعملوها، يعني هاتوا كده ورقه واعملوها على شكل مستطيل كده ريكتانجل كده، واعملوا كده الخط ده وطبقوا الورقه على الخط ده وشوفوا هل الجزئين هيجوا على بعض بالظبط ولا لا. يعني المنظر ده انا عايزه كده هوم ورك يتعمل، براكتس كده تعملوه وتشوفوا هل ده فعلا هيطلع لاين اوف اكسس اوف سيمتري، وقولوا لي النتيجه هتبقى عامله ايه. طيب يلا هنا الشكل اللي قدامنا ده لو عملنا اللاين ده يقسم لجزئين زي بعض، لو عملنا كده برضو يقسم لجزئين زي بعض، وده كمان وده كمان، يبقى الشكل ده ليه 4 لاينز اوف سيمتري. اوكي، طيب في اشكال ثانيه ممكن ما نلاقيش ليها خالص اي لاين اوف اكسس اوف سيمتري، زي الشكل ده ما ينفعش اعمل لاين يقسمه، وكذلك الشكل ده والشكل ده والشكل ده، يبقى كل شكل على حسب الجيومتري بتاعه. نيجي بقى نشوف الحته دي، ودي زي الحته اللي قلت لكم عليها اعملوا براكتس، دي مهمه قوي. ايه هي؟ مش شرط
ان اللاين اللي يقسم الشكل ال two congruent parts يبقى axis of symmetry. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي اهو باراليلوجرام، ال AC ده قسمه ازاي؟ قسمه للتريانجل اهو، ادي التريانجل رقم 1 وادي التريانجل رقم 2، الاثنين دول congruent زي بعض بالظبط. يعني لو جيت ده قصته بالمقص وده كده قصته بالمقص وحطيتهم على بعض هيتحطوا على بعض بالظبط. ولكن هل ال AC ده نقدر نقول عليه axis of symmetry؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان من شروط ال axis of symmetry ان انا اطبق الشكل حواليه. يبقى ده another exercise، هتعملوا لي الباراليلوجرام زي ده كده بالظبط على ورقه، ده homework، وتيجوا بالمسطره تاخدوا خط كده وتتنوا الشكل عليه وقولوا لي هل هيطلع فعلا الشكل ده هيتطبق على الشكل ده ولا مش هيتطبق. لما هتشوفوا النتيجه هتتاكدوا ان هو فعلا مش هيطلع axis of symmetry. يبقى لو جالنا في الكومبليت وقال لنا ان اللاين لو قسم لي الشكل لتو congruent بارت يبقى axis of symmetry، صح ولا غلط؟ لا نقول له غلط. It is not necessary، مش شرط ان هو لو قسمهولي الجزئين زي بعض يبقى axis of symmetry. والدليل المنظر ده، وكذلك الريكتانجل ده برضو ايه؟ دليل على الكلام ده. تعالوا مع بعضنا نتنقل لجزئية تانية مهمة جدا جدا، دي انا بعتبرها اهم جزء في الليسون عشان بيجي عليه اسئلة كتير في correct و false وكمان في التشوز وممكن كمان في الكمبليت. هنا هنتعرف على بعض الاشكال، وكل شكل من دول لازم نعرف عدد اللاينز اوف سيمتري بتوعه. اول نوع عندي من الاشكال اللي هي التريانجل. التريانجل عندي ثلاث انواع منه، عندي الاكواليترال وعندي الايزوسلس وعندي الاسكالين. مطلوب مني اعرف كل نوع من دول ليه كام axis of symmetry. الاكواليترال تريانجل ليه 3، مين هما؟ ادي اول واحد بيجي من الفيرتكس بيربنديكولار على الايه؟ على البيز، وده كمان واحد وده كمان واحد. يبقى نحفظ الكلام ده، الاكواليترال تريانجل ليه 3. طيب الايزوسلس تريانجل ليه جاست 1 axis of symmetry، اللي هو ده بيجي من الفيرتكس اللي هي ماسكه التو سايدز اللي زي بعض. محدش يقول لي من هنا، لا من هنا. يبقى نحفظ ان الايزوسلس تريانجل لي 1 axis of symmetry. طيب الاسكالين اللي هو التريانجل اللي الثري سايدز بتوعه ار ديفرنت ان لينث، مالوش ولا axis of symmetry. وجربوا كده، اعملوا تريانجل اسكالين وحاولوا تحطوا لاين يعمل فولدنج للشكل، مش هتلاقوا خالص. تمام؟ طبعا حفظ الجزئيه بتاعت التريانجل سهل، الايكوالاترال 3، الايزوسلس 1، الاسكالين مالوش. طيب نيجي نشوف الكوادريلاترال. الكوادريلاترال اللي هو البوليجون اللي ليه 4 سايدز زي مين؟ زي الباراليلوجرام والرومبس والريكتانجل. الباراليلوجرام مالوش اي اكسس اوف سيمتري. معقول يا مستر مالوش؟ هو احنا لو عملنا كده مثلا مش الشكل ده يتطبق على الشكل ده؟ لا مش هيتطبق على الشكل ده. الشكلين دول تو congruent بارتس، يعني ايه؟ زي بعض بالظبط. لو قصيناهم بالمقص وعوجت ده يعني ولفيت ده هيجي على الناحيه الثانيه، لكن الاثنين ما ينفعش يتطبقوا. وحتى اعملوها كده على ورقه واعملوا خط كده وطبقوا هتلاقي النقطه دي جت بعيد. تمام؟ وكذلك لو خدنا له دياجونال او خدنا له كده ولو عملنا كده ما ينفعش برضه. هنيجي نطبق ده على ده هنلاقي النقطه دي اتطبقت في الايه؟ في الهوا كده. يبقى الباراليلوجرام ليه لاينز تقسمه لاشكال congruent لكن ملوش axis of symmetry. نحفظ دي كويس قوي. طيب الرومبس ليه كام axis of symmetry؟ ادي 1 ادي 2 هو والريكتانجل. يبقى الرومبس والريكتانجل سهل نحفظ ان ليهم 2 axis of symmetry. نحفظ الكلام ده، انا بقولها تاني اهو عشان هنيجي نشتغل في الكومبليت والتشوز هنحل على طول. يلا السكوير. السكوير سهل، السكوير ليه 4 axis of symmetry، ادي 1 2 و 2 دياجونالز. الريجولار هيكساجون، الهيكساجون ليه 6 ولازم يكون ريجولار. يعني ايه ريجولار؟ يعني كل السايدز ار ايكوال. تمام؟ يبقى الهيكساجون 6 والسكوير 4، مفيش اي حاجه صعبه لحد دلوقتي. طيب الترابيزيوم مالوش اي اكسس اوف سيمتري. طب الايزوسليس ترابيزيوم، ايه هو الايزوسليس ترابيزيوم؟ نفس الترابيزيوم ده بالظبط بس السايد ده قد السايد ده، واللاين اللي بيقسمه اللي هو اللاين ده. يبقى الايزوسليس ترابيزيوم
لي جاست وان اكسس اوف سيمتري. يبقى انا عندي ثلاث اشكال ما لهمش اكسس اوف سيمتري: السكالين، سكالين تريانجل، الباريوجرام والترابيزيوم. دول ما لهمش اكسس اوف سيمتري، نحفظهم. مين اللي ليه وان؟ الايزوسليس ترابيزيوم والايزوسليس تريانجل. اول ما نسمع كلمه ايزوسليس نختار جاست وان اكسس اوف سيمتري على طول. طيب مين ليهم 2؟ الرومبس والريكتانجل. مين ليهم 3؟ مفيش غير الايكوالاترال ايه؟ تريانجل. واللي ليه 4؟ السكوير. واللي ليه 6؟ الايه؟ الريجولار هيكساجون. طيب الدرس ده اهم حته فيه الجزئيه دي، نحفظ عدد الاكسس اوف سيمتري لهذه الاشكال. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحة موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. يلا مع بعضنا نحل الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي is the dashed line a line of symmetry، يعني اللاين ده line of symmetry، write yes or no as an example. يلا نبص مع بعضنا كده على الاشكال ونشوف هل اللاين ده فعلا بيطبق الشكل لجزئين على بعض بالظبط ولا لا. لما نيجي نبص هنا نلاقي بالفعل اللاين ده بيقسم الشكل لجزئين، مش congruent وبس، مش متطابقين وبس، لا ده ممكن يتعمل لهم folding، يعني ممكن اطبق ده على ده. طب يلا هنا هل ده line of symmetry؟ هو الشكل ده عبارة عن ايه؟ الشكل ده زي ما انتم شايفين isosceles trapezium، مش هو ده اللي بيقسمه. امال كان ايه اللي بيقسمه؟ كان اللاين اللي عامل كده، اللي عامل كده هو اللي كان line of symmetry دي. امال الشكل ده؟ الشكل ده نو نوت لاين اوف سيمتري. طب يلا هنا هل الشكل ده لاين اوف سيمتري؟ واضح ان ده سكالين. لو انتوا خدتوا الشكل ده كده وطبقتوا دي على دي مش هتقفل خالص الجزئين على بعض، يبقى ده كده نو نوت لاين اوف سيمتري. يلا اللي بعديها نيجي نبص على الشكل ده، الشكل ده ينفع نطبقه؟ يعني البوينت دي لما نيجي نطبقها هتيجي على دي، والبوينت دي هتيجي على دي، وهنا هتيجي على هنا، يبقى فعلا اللاين ده line of symmetry، يبقى ده yes. يلا الشكل ده واضح طبعا ان no، ان لما هنيجي نطبق ده على ده مش هيقفلوا على بعض. واللي مش متأكد او مش شايفها كويس يرسم الرسمة على ورقة بره وياخد لاين كده بالقلم الرصاص في مكان اللاين ده بالظبط ويحاول يتني الايه الشكل، هيلاقيه ما بيتنيش معاه. طبعا ده واضح طبعا انه مستحيل يكون اكسس اوف سيمتري، ده الشكلين مختلفين اصلا. طيب نبص على ده بقى، واضح ان هو equilateral triangle او ممكن يكون isosceles triangle، فده فعلا اكسس اوف سيمتري عندي، يبقى هنا يس. يلا هنا ده كده قسم الشكل ولا ما قسموش؟ فعلا ممكن ده يتعمل له folding على ده، يبقى هنا يس، ده line of symmetry. ها line of symmetry ولا لا؟ الشكل ده يجي على الشكل ده بالظبط، يبقى يس. اللي بعديها الشكل ده يتطبق على ده؟ اه يتطبق، يبقى هنا يس. يلا هل ده اكسس اوف سيمتري؟ زي ما انتم شايفين الجزء اللي فوق صغير واللي تحت كبير شويه، لو كان اللي فوق كبير قد ده كده كان ينفع يبقى لاين اوف سيمتري، لكن مفيش اصلا سيمتريه في الرسمه، ده الجزء اللي فوق اصغر من الجزء اللي تحت، يبقى هنا نو. يلا نشوف هنا البترفلاي دي، الفراشه دي، ده اللاين ده مش قسمها لجزئين زي بعض بالظبط؟ اه ويتطبقوا كمان، يبقى line of symmetry، يبقى هنا yes. exercise 2 بيقول لي does the figure have a line of symmetry؟ هل الشكل ليه line of symmetry؟ write yes or no as in the example. الاكزامبل اهو هو كاتب لي yes ان هو فيه line of symmetry، بيجي ممكن يكذب. طيب الهاوس ده ليه line of symmetry؟ لو ما كانش ليه النوتش دي او الحته الصغيره دي كنا ممكن نقول ليه line في النص كده، لكن بالمنظر اللي قدامنا ده ملوش اي line of symmetry. طيب يلا التري ديت ليها line of symmetry اللي هو عامل كده، لو عملناه كده يقسمها اتنين، يبقى هنا يس. طيب المنظر ده ليه ازاي؟ ناخد بالنا ونركز، لو عملناه كده يقسم الشكل لجزئين زي بعض بالظبط، يبقى ده لي line of symmetry. يلا هنا لي line of symmetry ولا لا؟ لي اهو،
ممكن يجي كيدز يقسم الشكل لجزئين زي بعض ويتطبقوا على بعض. ماشي. هنا ممكن برضك كيدز يبقى هنا يس. يلا اللي بعد كيدز. الشكل ده لو خدنا اللاين كده الشكلين دول هيتطبقوا على بعض بالظبط، يبقى هنا يس. وبرضك الشكل ده لو خدنا كده هنلاقي ان ده لاين اوف سيمتري، الجزء ده هيتطبق على الجزء ده بالظبط، يبقى ده ليه لاين اوف سيمتري. طيب بالنسبه للشكل ده، ده ليه ممكن نعمل له كده يقسمه، ولو عملنا كده برضك يقسم، يبقى هنا يس. يلا الشكل ده، هل الشكل ده ينفع نحط فيه لاين يقسمه جزئين زي بعض بالظبط ويتطبقوا؟ ما ينفعش خالص، الشكل غير منتظم بالمره، يبقى هنا نو. السيركل اي لاين هيمر عندي بالسنتر هيقسمها لجزئين زي بعض بالظبط، ده يقسمها وده يقسمها وده يقسمها، عندي لاينز كتيره جدا بالنسبه للسيركل. يبقى السيركل ليها عدد لا نهائي من اللاينز اوف سيمتري، يبقى هنا يس. يلا نشوف هنا الشكل ده ممكن نقسمه كده وممكن نقسمه كده، يبقى ليه تو لاينز اوف سيمتري، يبقى ده يس. ها الشكل ده ممكن يتقسم كده، لكن ممكن يتقسم كده لا، لان الجزء ده هيبقى اصغر من ده، لكن القايد دايما بيتقسم على الدياجونال الكبير، يبقى ده ليه لاين واحد اوف سيمتري. ده لو ايزوسلس ترابيزيوم كان ينفع، لكن واضح ان السايد ده مايل عن السايد ده، يبقى ده نو. وطبعا الشكل ده مش هينفع نقسمه خالص، هنقسمه ازاي؟ يبقى برضه نو. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لنا ان ايتش اوف ذا فولوينج، اف ذا فيجر از سيمتريكال ذن درو اول ذا لاينز اوف سيمتري تو ات از ان اكزامبل. يعني بص على الاشكال، لو لقيت واحد فيهم سيمتريكال فيجر ارسم اللاينز اوف سيمتري بتوعه. ده ايه؟ ده ريكتانجل، قلنا الريكتانجل ليه تو لاينز اوف سيمتري مرسومين اهو. طيب ده ايه؟ الشكل ده باراليوجرام، وقلنا ان الباراليوجرام مالوش اكسس اوف سيمتري، اوكي؟ يبقى هنا زيرو لاين اوف سيمتري. طيب مين ده؟ ده واضح ان هو ايزوسلس، لان السايد ده اكبر من السايد ده والسايد ده قد ده، فده كده ايزوسلس تريانجل. الايزوسلس ليه كام لاين اوف سيمتري؟ ليه واحد، بيجي ازاي؟ بيجي كده، يبقى هو ده اللاين اوف سيمتري بتاعه. يلا هنا ده ايه ده؟ ده سكالين، سكالين طبعا مالوش، يبقى هنا زيرو لاين اوف سيمتري. طيب يلا نيجي هنا، ده ايه ده؟ ده رومبس عندي، بس هو قريب قوي من السكوير، بس يعني ممكن نقول عليه رومبس. الرومبس ازاي نفرقه عن السكوير؟ هو انا لو جبت السكوير ده وعوجته، يعني وعوجته زي ده كده، هل لو السكوير اتعوج يبقى رومبس؟ لا طبعا. امال ايه الفرق؟ الفرق ان الرومبس بيبقى عندي تو فيرتيسيز كبار، دول كده اكبر من ايه؟ من الصغيرين دول. يعني الرومبس هنلاقي تو فيرتيسيز كبار وتو فيرتيسيز صغيرين، لكن السكوير الفور فيرتيسيز ار ذا سيم، حتى لو عوجناه هنلاقي كلهم زي بعض، هما هنا يعني قريبين من بعض شويه، بس ده هنعتبره رومبس. طيب ده لو رومبس، اللاينز اوف سيمتري بتوعه مين؟ الدياجونالز، الدياجونال ده والدياجونال ده. طيب ده سكوير ليه كام لاينز اوف سيمتري؟ ليه 4، ادي كده 1، ادي كده 2، ادي كده 3، ادي كده ايه؟ ادي كده 4. وطبعا اللاينز نحط الايه؟ الايرو كده عشان دي كلها ستريت لاينز. يلا هنا ده مالوش، ده كده زيرو عشان مش ايزوسلس ترابيزيوم. طيب ده ايه ده؟ ده ايزوسلس، ناخد بالنا السايد ده واضح ان هو قد السايد ده، يبقى ممكن انزل بيه كده، طبعا لازم يكون بيربنديكول. يلا هنا هل ده ليه اكسس اوف سيمتري؟ لو جبنا كده هل يقسمه؟ هل النقطة دي تيجي على هنا؟ لا ما تجيش، يبقى ده مالوش ايه؟ اكسس اوف سيمتري، يبقى هنا زيرو. يلا نشوف الايه؟ الهكساجون. الهكساجون قلنا ليه 6 لاينز اوف سيمتري، ازاي؟ اهم ادي واحد اهو وادي التاني وادي التالت
وادي الرابع من الفيرتكس دي والفيرتكس دي، وادي الخامس اهو، وادي الايه السادس اهو. كل اللاينز دي تقسم الهكساجون لتو كونجروانت بارتس بالظبط ويحصل لهم فولدنج. طيب واضح ان ده ايكوالاترال، يعني الثري سايدز ار ايكوال، يبقى ايه؟ ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة. يلا هنا ده الريجولار بنتاجون، البنتاجون ليه 5، ادي كده 1 اهو اتقسم جزئين زي بعض بالظبط، ولو عملنا كده هنلاقي برضو الجزء ده زي الجزء ده، ولو عملنا كده هنلاقي ان الجزء ده زي الجزء ده، ولو خدنا من الفيرتكس دي للبيس ده هنلاقي ان الجزء ده كده قد الجزء ده كده. فاضل مين؟ فاضل من الفيرتكس دي للبيس دي اللي هو ده كده. طبعا لازم انزل على كل بيس من دول بيربنديكولار. طيب يلا الستار ديت نلاقي ادي لاين اهو يقسمها لجزئين، ايه كمان؟ ده كمان اهو اتنين، ايه كمان؟ ده كمان وده وده كمان، كل دول axes of symmetry ليه. يلا نشوف هنا ده ممكن يتقسم ازاي. ممكن يتقسم كده، لو عملنا كده اللاين ده يقسمه لجزئين زي بعض، ولو عملنا كده كمان يبقى الشكل ده عنده تو لاينز اوف سيمتري. هنا عندي كام واحد؟ عندي كده واحد اهو ده قسم، وعندي ده كمان يقسمه، ها وعندي ده كمان يقسمه، لان احنا لما نيجي نطبقه ونلاقي النقطه دي جت على النقطه دي، وهنلاقي النقطه دي جت على البعيده دي، اوكي. وعندي ايه كمان؟ وعندي ده كده يقسمه برضه. يلا نكمل بقيه الاكسرسايز. الشكل ده ممكن اقسمه كده، ده لاين اوف سيمتري ملوش تاني. طيب الشكل ده برضه كده ما ينفعش هي كده خالص. طيب الشكل ده نقسمه ازاي؟ ممكن اعمل كده، لما نيجي نطبق ده على ده هنلاقي ان الترينجل ده جه على ده بالظبط. ممكن اعمل كده كمان، هنلاقي ان ده جه على ده، ممكن اعمل كده كمان، يبقى الشكل ده ليه 3 lines of symmetry. طيب ايه تاني؟ نيجي نشوف الليتر واي. الليتر واي ممكن اقسمه كده، الاقي ان البارت ده جه على البارت ده بالظبط. طب الليتر اف ليه؟ هل لو عملت كده؟ ما ينفعش. لو عملت بالطول ما ينفعش، يبقى ده ليه 0 lines of symmetry. طيب الليتر ام سهله قوي اهو، الشكل ده واضح ان هو بيقسمه فعلا لجزئين الاثنين congruent and folded parts. طيب يلا exercise 4 بيقول لي join each figure to its number of lines of symmetry. ده بيعتمد بقى على حفظنا للجزئية بتاعت lines of symmetry. ايه اللي احنا شايفينه ده؟ ده isosceles. طالما isosceles نختار 1 على طول، اوكي، اللي هو هيجي في النص كده. طب ايه ده؟ ده equilateral ده ولا isosceles؟ لا طبعا السايد ده والسايد ده مختلفين عن ده، بس دول قد بعض. هو مش حاطط لي الشرطه بس انا ممكن اجيبهم بعناية. يبقى ده ايزوستلس، يبقى ناخد برضو 1. ده ترابيزيوم، ترابيزيوم ملوش، يبقى 0. الباريوجرام قلنا ملوش، برضو يبقى 0. ها الريكتانجل، الريكتانجل كان كام؟ الريكتانجل والرومبس كان هما الاثنين ليهم 2 لاينز اوف ايه؟ اوف سيمتري. طيب السكوير ليه كام واحد؟ السكوير ليه 4. يلا اللي بعد كده complete the following. The isosceles triangle has not lines of symmetry او line. احنا شايفين كلمة ايه isosceles؟ طالما شفنا isosceles يبقى 1 على طول. الاكواليترال كام؟ 3. ها لازم نحفظ الجزئية دي. الايزوسليس ترابيزيوم isosceles يبقى 1 على طول. طيب السكوير ليه كام واحد؟ ليه 4. يلا نكمل الاكسرسايز. الريكتانجل هاز ايه lines of symmetry؟ الريكتانجل 2. والرومبس has ايه؟ has also 2. الريجولار بنتاجون، بنتاجون يعني 5، كان ليه قد ايه؟ كان ليه 5. والريجولار هيكساجون كان ليه 6. ده بيعتمد على الحفظ، لازم نحفظ الكلام ده.
طيب نيجي بقى لدي، ودي مهمه قوي. دي ايه؟ مهمه قوي. A diagonal of the rectangle divides it into two a two congruent triangles. يعني two triangles زي بعض بالظبط. But it is not a it is not line of symmetry. For the rectangle. دي قلنا عليها مهمة وهقولها تاني، دي مهمة قوي وبتيجي كتير في الامتحانات. يقول لك كده الريكتانجل اهو الدياجونال بتاعه، الدياجونال بتاعه ده مش لاين اوف سيمتري، ما بيعملوش فولدنج، لكن بيقسمه لتو تريانجل كونجرون. لو قصنا ده بالمقص وده بالمقص ولفنا ده هيجي على التاني، لكن لو طبقنا دي هتيجي في البعيد هذا. ماشي؟ الجزئيه دي انا عايزكم تاكدوا على الفهم بتاعكم. امال الريكتانجل كان مين الاكسس اوف سيمتري بتوعه؟ كانوا كده، واحد كده والتاني كده. طيب يلا اللي بعد كده، تشوز ذا كوركت انسر. السكالين هاز ايه؟ زيرو، ملوش. الباريلوجرام زيرو. ويتش اوف ذيس فيجرز هاز ذا جريتست نمبر اوف لاين اوف سيمتري؟ السكوير ليه 4، الايكوالاترال تريانجل ليه 3، الريكتانجل 2. يبقى نختار مين؟ نختار السكوير. يلا، this figure اللي هو البنتاجون has a lines of symmetry has 5. الشكل ده ليه كام lines of symmetry؟ ممكن نعمل ده كده وممكن نجيب ده كده، يبقى ليه 2. ها الشكل ده ليه كام lines of symmetry؟ ناخد بالنا لو جبناه من النص كده هيقسم ده زي ده، يبقى ليه 1. يلا اللي بعد كده، الفيجر ده اللي هو الايه اللي هو الترابيزيوم، ملوش، الترابيزيوم زيرو. طيب in the opposite letters، الليترز دي which one have only one line of symmetry؟ مين اللي ليه line of symmetry واحد؟ بيقول ايه one line. نيجي نبص للكي، الكي ممكن لو عملنا كده تقسمها الاثنين بالظبط، هل ليه تاني؟ لا. طب الاكس، الاكس لا ليها واحد كده وواحد كده، يبقى ليها اتنين. طب البي، البي ممكن نيجي من النص هنا كده ليها واحد، الاف ملهاش، يبقى مين؟ يبقى الكي والبي هما الاثنين ليهم واحد بس. يلا اكسرسايز 7، بوت كوركت فور ذا كوركت ستيتمنت اند رونج فور ذا انكوركت وان اند كوركت رونج ستيتمنت. عايزين نصحح الغلط. ذا لاين اوف سيمتري اوف ا فيجر از ذات لاين ديفايدنج ات انتو تو كونجروانت بارتس. لو قلنا الكلام ده وسكتنا يبقى صح ولا غلط؟ ها اللي خدوا بالهم مني وانا بشرح، الكلام ده غلط. امال الصح بتاعها ايه؟ الصح بتاعها ان احنا لازم نزود ايه؟ and these parts folded about this line of symmetry. يعني لازم التو بارتس دول يحصل لهم فولدنج. واحنا شفنا الدياجونال بتاع الريكتانجل، الدياجونال بتاع الريكتانجل بيقسم الشكل لتو كونجروانت بارتس وما اعتبرناهوش لاين اوف سيمتري. ليه؟ عشان التو بارتس دول ما تطبقوش بالظبط حوالين ذيس لاين. يلا نشوف اللي بعد كده. ذا باراليلوجرام هاز فور لاينز اوف سيمتري. الباريلوجرام احنا قلنا بزيرو، يبقى ده كده غلط. امال الصح ايه؟ بدل 4 نكتب ايه؟ نكتب زيرو. طيب الريكتانجل هاز 4 لاينز اوف سيمتري، غلط برضه. امال الصح ايه؟ بدل 4 نكتب 2. يلا السكالين هاز 3 لاينز اوف سيمتري، لا طبعا غلط. امال ايه الصح؟ يا اما نكتب الايكوالاترال يا اما نكتب السكالين هاز 0 لاينز اوف سيمتري. طيب الايزوسلس ترابيزيوم هاز 1، ايوه اي ايزوسلس ب 1 سواء كان ايزوسلس ترينجل او ايزوسلس ترابيزيوم، يبقى دي كده صح. السكوير هاز 4 لاينز اوف سيمتري، صح. الرومبس هاز 4 لاينز اوف سيمتري، غلط. امال كام؟ 2. يلا اللي بعد كده، بيقول لي ان ذا اوبوزيت فيجر
the dashed line is a line of symmetry. بيقول لي ده كده line of symmetry complete. ال MN دي يا أولاد ال MN دي equal إيه؟ ناخد بالنا طالما line of symmetry يبقى الشكل ده congruent لده بالظبط. يعني ال point M زيها ال point O. يبقى لما يقول لي MN يبقى مين اللي زيها؟ OM. طالما مش حاطين شرطة فوق يبقى ده بيعبر عن لينس. يعني طول MN equals إيه؟ طول OM. طيب ال OB طوله ده زي طول مين؟ ال MB. طيب ال measure of angle NOB NOB الأنجل دي مين زيها؟ الأنجل دي. ناخد بالنا هو إيه اللي NOB لما نيجي نقول NMB ما نقولش BMN لأن إحنا لازم نلتزم بالإيه؟ بالفرتيسيز. يبقى NMB. يلا اللي بعد كده نفس الكلام. أنا عندي line of symmetry قسم لي الشكل. لما بيجي يقسم الشكل بيقسمه لإيه؟ لـ two congruent parts. الشكل ده زي الشكل ده بالظبط. الأفضل نعمل إيه؟ نحط الـ vertices قدام بعض. يعني هنا أنا عندي هنا الـ point X أهي. موجودة في الشكل ده وموجودة في الشكل التاني، يعني common. أدي الـ X هنا والـ X هنا. طيب عندي هنا بعديها Y. هنا قدامها مين؟ قدامها Q. عندي كده زد قدام الزد مين؟ قدامها بي. وعندي التي ايه؟ التي كومون هنا وهنا وهنا الايه؟ الاثنين كونجروانت لبعض. يبقى انا لما بكتب الفيرتيسيز اللي قدام بعض بسهل على نفسي جدا الحل. ليه؟ لما يجي يقول لي هنا على طول اكس واي اروح اشوف الاكس اول لتر والواي تاني لتر، اروح ابص الناحيه الثانيه هلاقي اكس ايه؟ اكس كيو. يبقى الـ length of XY equals الـ length of XA XQ. طيب QB QB يبقى هنا YZ السكند لتر والثيرد، يبقى هنا السكند والثيرد ادي OB وادي YZ. ممكن ما ابصش للرسمه خالص اشتغل من هنا على طول. يبقى هنا YZ. طيب ZT يبقى هنا BT كده كده. ناخد بالنا ما قلتش ZT وTB، لا ZT BT. بنلتزم بالترتيب. يلا نشوف الانجلز. الميجر اوف انجل اكس واي زد، اكس واي زد يبقى على طول اكس كيو بي. اكس كيو بي اللي هي دي اكس واي زد الثانيه اكس كيو بي. هنا كيو بي تي، كيو بي تي يبقى اكيد واي زد تي لان اللي قدام دول هنا واي زد تي. نبص هنا على الرسمه، ادي الكيو وادي البي وادي التي اللي هي الانجل دي، قدامها فعلا الانجل دي. وما ينفعش ننطق دي تي زد واي، لازم اقولها بالترتيب اللي قلنا بيه ده، يبقى واي زد تي. يلا هنا زد تي اكس، زد تي اكس اللي هي دي مين قدامها الناحيه الثانيه؟ واضح ان هي بي تي اكس. لو عايزين نجيبها من هنا زد تي اكس يبقى بي تي اكس. يبقى لو جالي في أي مسألة يا أولاد وقال لي line of symmetry أعرف على طول إن الشكلين دول congruent ونشتغل زي الليسون اللي فات بالظبط. طيب يلا نشوف آخر exercise معانا. بيقول لي in the opposite figure the ABCD is a square. اللي بره ده كله square. With midpoints of its size، يعني دي في النص ودي في النص ودي في النص ودي في النص. Notice the figure، لاحظ الشكل اللي جوه. Then answer the following questions، ويلا نجاوب. Draw a common line of symmetry for the two squares. عايزين common line of symmetry. يعني ارسم لاين واحد يبقى axis of symmetry هنا وهنا. ها نرسم مين؟ ده انا عندي كتير. ده انا عندي ممكن ارسم ده. ده كده يعمل لي ايه؟ هيقسم الكبير جزئين اهو وهيقسم الصغير برضه جزئين. وممكن اعمل ده. هيقسم برضه الكبير والصغير وممكن ده كمان. هيقسم الكبير والصغير وده كمان. هيقسم الايه؟ الكبير والصغير. يبقى مش واحد بس، ده انا عندي اكتر من واحد ممكن اعملهم ويحققوا ان هم يكونوا common line of symmetry. ماشي، يبقى احنا رسمنا اربعه مش واحد بس. طيب how many common lines of symmetry are there for the two squares؟ زي ما انتم شايفين four. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا lesson 2 في الجيومتري
والليسون زي ما انتم شايفين سهل جدا. اهم حته فيه تعرفوا ان اللاين اوف سيمتري بيقسم الشكل لتو كونجرونت بارتس، ولازم يكون الجزئين دول يحصل لهم فولدنج اباوت ذات ايه ذات لاين، ولازم تحفظوا كل شكل ليه لاينز اوف سيمتري قد ايه. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.